كيف تتخلص من الصداع؟ بص، هو في كذا حل، انك تشتكي للناس وتطلب منهم يدوك حاجة تعالج الصداع، بس محدش هيديك حاجة تنفعك لانك انت الوحيد اللي تعرف حل مشكلتك. او ممكن تشرب مية كتير، هي بصراحة بتساعد، بس زي ما احنا عارفين طبعا شرب المية الكتير فيه عيب واحد بس. او انك تستسلم بقى وتنقي اكبر حيطه في البيت عندك تكون متينه كده وتخبط راسك فيها، بس بلاش، يعني ده ممكن يزود الصداع اكتر. او انك تستخدم احدى الميكانيزمات النفسيه الدفاعيه وهي الانكار. انا ما عنديش صداع، انا زي الفل، انا تمام قوي، انا ما عنديش صداع. اه يا نفوخي. وفي النهايه يعني بعد ما الحلول دي كلها ما تجيبش نتيجه طبعا، هتروح كالعاده تفتح درج التلاجة والباقي يعني انت عارفه. فيعني سهله يعني. كيف تتخلص من الصداع؟ خد لك دواء صداع، مش كيمياء يعني.